يوم في رمضان الفطور في بيتي يا بنات. اوه للاسف ما اقدر اجي معكم. افا ليش بس؟ لا بس ما لي خلق اجي. I dare you to fix me. No stranger to pain. شو رايكم كل واحدة فينا تجيب طبق بدل ما تطبخ امك وتتعب؟ تمام انا بجيب قطايف وبسبوسة غالية اعلى من مستواكم بقليل. خلاص كل واحدة تجيب على كيفها اوكي؟ يا ربي محتارة وش اجيب معاي؟ لا ما يحتاج تجيبين شيء، اصلا انت مو بمعزومة. روحي غرفة المدرسات يلا. ما في تراب نسائم القائمة. اللهم اني صائم بس. طلبت لهم ثاني أحلى برق عنب بالدنيا، مو بماكلين أصابعهم وراه. يا ساتر من هنا الحزدة. هلا نورة جبت معي ورق عنب بجنن شوي. إيش هالصدفة أنا وياك ورق عنب؟ قديش تفكيرنا متشابه. شكل عشان صديقات طفولة. بنات جبت ورق عنب يكفي الحارة كلها. ثلاث صحون ورق عنب؟ واخي عن وجهي القردة، لا أفطر عليكي. ترى أنا ما جبت شيء عشان بسوي دايت. طب ليه جاية تفطرين معنا أجل؟ عشان أراقبكم لا تأكلون قبل الأذان. طيب بنات شو السالفة؟ كلنا جبنا ورق عنب. خافي عصبوني البنات إذا دروا. لا عادي ترى كلها ثلاث صحون ريلاكس. ولا تنسين هنوف قالت بتجيب بسبوسة. هاي بنات زي ما وعدتكم رحت المحل حق البسبوسة الغالية مرة. شفتي قلت لك هنوف. بس في آخر لحظة شفت المحل اللي جنبه يبيع ورق عنب أغلى منه وشريته. بنيت انا ما جبت شيء اسفه نسيت. صدقين والله احسن على الاقل ما جبتي ورق. امزح مفاجاه جبت ورق عنب ما حد منكم توقع هالمفاجاه صح. بنات سويت لكم احلى كبه وسمبوسه والجيمات. حماس اخيرا حلب تنقذنا. بس للاسف زوجة ابوي اخذتها عندها عزيمه. فكوني اروح افقع وجه مرات ابوك. لا خلاص لقيتها جايبة ورق عنب للضيوف وسرقتها منها. مين داعي علينا اليوم؟ كلهم فوزية وجه النحس. مالت عليكم انتم عفضاكم. المفروض كل واحدة حددت وش تجيب مو بتورطني معاكم. بعدين ترى توه ما اذن المغرب. اللي اذن بالإمارات الحين.